يا اخوي اثبت، توني قايل لك يا اخي خلاص اثبت. حولتني. مرة كان واحد ماشي ومشتري بإيده قماشي، طلعت وحدي قدام وطار الشال عنا وقالت يا خراشي. الفيديو قال لي ركب هون ركب يلا. وفجأة اجت زينب، فجأة اجت زينب وارتعبت لأنه طلعت قدامها فراشي. شوف شوف ولما ارتعبت وقعت على الارض وبجت راسها، واجا عبد الله وجاب الدواء ومعه بايده شاشي. ما لقيتش الخيوط اللي اصفر واحمر وابيض. انا حاليا قاعد انتحر، اخذت حبوب بس حلو بس خلاص اوكي بس حلو. هذا ما اعطيتك فيتامين سي، عاد لو اعطيتك شو بتسوي؟ تلحس القزاز ده. تبي؟ انت متاكد انك محتاج؟ بس يلا جيب. متاكد انك محتاج؟ انا احس انك لو تتردد وما متاكد؟ ممكن. لا زيك. عجبت لعب هلا. فكر شو اسمه حطها بالورقة لما يطلع نام متخيل باخذها بس فيق ولا باخذها هلا شو رايك؟ لو اخذت الحين ما راح تنام شكلي ما فيها تنام مستحيل ما فيها اشياء فت لنكسة ولا ضايع ما مش مزبوط بالنام ضايع صوتك تعبان. بس كنت تعبان خلص بتضيع. ما بتقعد فيك تركز. والله العظيم. طلع لي شبانتي هون مثل ما عندك اياها بس خفيف صغير مش بعض بنتك انت؟ راحت؟ ما راح تروح. ما راح تروح؟ كيف؟ خفت بس تروح لازم يشقونا ويطلعوها. صارت زي الخراج يعني. عارف؟ عندي وحده هون ما بفهم شو هي. وجع